إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، لقد اختار الإخوة المشرفون على هذا البرنامج أن يكون عنوان هذه الكلمة القابضون على الجمر، وهذا العنوان منتزع أو مأخوذ من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. تفضل يا كريم. قليل قليل أفضل. قليل قليل. الشيخ في جان والدكتور صلى. الشيخ في جان والدكتور بطل حاجة. And then he said: Oh my brothers, in Allah's way. The brothers here have chosen the topic, holding on to the hot coals, those who hold on to the hot coals. And this topic is derived or taken from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that is authentic from various chains, that he said that indeed ahead of you are days of patience. The one who holds the deen, holds on to his religion in those days, is like one who holds on to hot coals. The one who does deeds in those days, his reward is 50 times. The Sahaba asked him, 50 times ours or 50 times theirs? The Prophet ﷺ said, no, 50 times yours. والقابضون على الجمر في أيام الصبر هم الغرباء الذين ورد ذكرهم في الحديث المتواتر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا هذا الحديث، أعني حديث الغرباء، يوضح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا، وغربة الإسلام الأولى إنما كانت في وسط قوم كفار، حيث أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه بشيرا ونذيرا، ثم لينطلق من عندهم إلى العالمين جميعا، فما آمن به إلا القليل، وما أفاء إليه إلا العدد الصغير. ثم تدرج الأمر حتى وصل الأمر إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا، فبدأ الإسلام غريبا بين وسط قوم كفار، ثم أصبح في تزيد
وانتشار حتى أتم الله النعمة وأكمل الرسالة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بدأ الإسلام غريبا، بدأ غريبا ثم انتشر ثم انتصر ثم ازدهر ثم زاد ثم أصبح هو المسيطر على غالبية الناس. And this hadith of those referring to those who hold on to the hot coals is like the hadith which refers to the people who are the strangers. And that is the hadith where the Prophet ﷺ said that indeed Islam began as something strange and it will return as something strange. So Tuba is for the strangers. And the Prophet ﷺ explains that hadith in this way, that Islam in the beginning started as something strange. And the Shaykh explained that the first strangeness of Islam in its beginning, its first period, its strangeness was amongst the disbelievers. The Prophet ﷺ was sent to his people as a giver of glad tidings and a warner, first to his people and then to all mankind. In the beginning, only a few people believed with him, very few. But after a while, the Shaykh referred to the ayah in Surah An-Nasr that you would see the people entering into the deen in huge numbers, huge groups. So Islam began as something strange amongst the kuffar, and then it spread and increased in numbers, and the message was completed. And then again the Shaykh referred to the ayah, you saw people entering into the religion in huge numbers. إذن بدأ غريبا ثم زالت غربته. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ. بعدما بلغ إسلامه المدى الذي أراده الله له في تلك الفترة بدأ يتراجع، ولكن وسط أناس ليسوا كالأناس الذين كانوا في الفترة الأولى. الفترة الأولى كانوا كفارا، وفي الغربة الثانية ليسوا بكفار، إنما يتراجع وسط أبنائه ووسط دعاته ووسط المنتسبين له والمنتمين إليه. يصبح الإسلام غريبا. كيف يصبح الإسلام غريبا في وسط المسلمين؟ وكيف يصبح الإسلام طريدا فريدا في وسط المنتسبين إليه؟ لابد إذن أن الإسلام الصحيح سيصبح مجهولا لدى غالبية العظمى من الناس. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الفترة التي ظاهرها الخير وباطنها الشر، كما في حديث حذيفة الصحيح في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وتأملوا قول حذيفة رضي الله عنه، قبل الإسلام كان الناس في جاهلية وشر، في كفر وشر، فأتى الله بالإسلام، لكنه قال فهل بعد هذا الخير، أي النبوة الخلافة الراشدة، هل بعد هذا الخير من شر؟ ما قال فهل بعد هذا الخير من جاهلية وشر، قال فهل بعد هذا الخير من شر. لأن الأمة يا أحبتي لن ترجع كافرة ولن ترتد
عن الإسلام ولن تولي الإسلام ظهرها. وهذا فيه رد صاعق ورد مفحم على دعاة التكفير الذين يكفرون أمة الإسلام ويزعمون، وبئس ما زعموا، فقد زعمت بعض الجماعات أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل وهم الروافض، وجاء غيرهم من أتباع الخوارج وزعموا أن الأمة ارتدت بعد القرن الرابع وهكذا، فهم يكفرون أمة الإسلام بالجملة. فهذا الحديث رد مفحم عليهم أن أمة الإسلام لن ترجع إلى الكفر ولن تعود إلى الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى عصمها من أن أجتمع على ضلالة. إن الله أبى أن تجتمع أمتي على ضلالة، والضلالة من معانيها الكفر، من معانيها الكفر. هذه النقطة مهمة ينبغي أن نتنبه إليها، ونحن نتحدث عن غربة الإسلام، ونتحدث عن القابضين على الجمر، ونتحدث عن عودة الإسلام إن شاء الله إلى الحياة من جديد. لا يعني أننا نقول ونعني بهذه المصطلحات ما يعني به الخوارج وأفراخهم وأنصارهم من أن الأمة ارتدت ورجعت عن دينها، فيكفرون الجمهور الأعظم من المسلمين ويكفرون الشعوب الإسلامية. نعم. لا، يكفرون الفرق هذه، الخوارج تكفر الشعوب الإسلامية، في الشعب، في الأمة الإسلامية، الشعب في دولة تكفرونه. نعم. So from this initial stage of strangeness amongst the kuffar, and then afterwards the religion not becoming strange and having the rulership and the power and the great numbers, the Prophet ﷺ informed us in the hadith of the strangers that it would return to becoming strange after Islam had reached the region and the scope that Allah had wanted it to reach. It started to return to its strangeness, it started to go backwards into strangeness. But this second stage of strangeness was not amongst the kuffar, rather it was amongst the children of the Muslims, the callers of the Muslims, those who claimed that and gave themselves the names of Islam. How was this strangeness to occur amongst the Muslims and not the kuffar, such that the true Islam became unknown to them? The Prophet ﷺ warned about that, and he warned about a time whose outer appearance would seem good, but the inner appearance, the inner reality would actually be evil. In the famous hadith of Hudhayfa radiallahu anhu, narrated in Bukhari and Muslim, that he said that the people used to ask about the good, and I would ask about the evil. And he said, O Rasulullah, or O... Hudhayfa said, O Messenger of Allah, indeed, we were in evil times. This is the general meaning of the hadith. In the Jahiliyyah, we were in evil times. Then Allah brought us this good. And after this good, will there come a time of evil? The Shaykh said, contemplate this hadith, contemplate these words. That before Islam, the people were in disbelief in Jahiliyyah, and they were in evil. And then Hudhayfa asked, after this good, what good was he referring to? He was referring to the prophethood, and he was referring to the rightly guided successors. He wasn't referring to the Jahiliyyah, and this is an important point, because the Shaykh derived from this and noted for all of us that the Ummah will not become apostate again. He wasn't referring to the later stage after the good, meaning after the prophethood and the Khilafah. Will there be an evil? That evil is not referring to becoming apostate. It's referring to a lesser evil.
And this is a total rudd. This is a total proof against, an argument against those people who make takfir against the Ummah of Islam. They say all the Muslims or most of the Muslims have become kafirs. And some of the groups, some of the astray groups, like the Rawafid, the Shias, say that the Sahaba became apostates. And some of the followers of the Khawarij, another deviant group in the early times that have continued until today, say that the Ummah has apostated, or most of the Ummah has apostated. So this hadith is a proof, a strong argument against them. And it shows that the Ummah would not return to Kufr, because Allah subhanahu wa ta'ala gave it that good, completing that good away from the Jahiliyyah. And Allah subhanahu wa ta'ala has protected this Ummah. And the Shaykh referred to a hadith in which he mentioned the meaning of which is Allah subhanahu wa ta'ala has refused that this Ummah will gather together upon Balala. And he made another important point that this word Balala means kufr, disbelief. And this opposes what the like of those groups say. فقال فهل بعد هذا الخير من شر ولم يقل جاهلية وشر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم 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 بعد هذا الخير شر. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال الرسول نعم وفيه دخن. خير وفيه دخن، ظاهره خير ولكن داخله دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويفتنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. إذن ظاهرهم الإسلام وينتمون إلى الإسلام، ولكنهم انحرفوا عن سنة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. قوم يهدون بغير هدي، يهتدون بغير هدي النبي، ويستنون بغير سنة، ويستنون بغير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي يهتدون بالأهواء ويستنون بالبدع. فإذا ظهرت الأهواء واشرأبت البدع برؤوسها عندئذ، وإن كان الناس على الإسلام فإن الإسلام يصبح فيهم غريبا. إذن بارك الله فيكم، غربة الإسلام الثانية التي تفضي إلى أيام الصبر هي غربة الإسلام الصحيح بسبب جهل الناس بالدين، ليس لأن الناس يعادون الإسلام. فأنتم ترون أن الشعور العام عند المسلمين أنهم يريدون الإسلام، والعاطفة الكبيرة عند المسلمين يريدون الإسلام. وأكبر دليل على ذلك أن كثيرا من الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام عندما يفسح لها المجال مثلا فيما يقال الانتخابات وغيرها تحقق نجاحا كبيرا، لأنهم يتعاملون مع الناس بالعاطفة الدينية وبالشعور الإسلامي، فتجد كل الناس ينساقون إلى انتخابهم وإن كانت طريقتهم لا تتصل بالإسلام بل هي غريبة على الإسلام، لكنهم يستغلون عواطف الناس وشعور الناس لأنهم يحبون الدين فيثيرون هذه الكوامن التي رسخت في قلوب الناس أن هؤلاء الناس رغم جهلهم بالدين ورغم بعدهم عن الدين لكنهم لا يرتضون بديلا بغير الإسلام. Then Hudhayfa radiallahu anhu asked, after this good,
that comes about, will there be an evil? And the Shaykh reiterated this part of what Hudhayfa had said from before, that Hudhayfa had said, well, after this good, will there be evil? The Shaykh again noted that he didn't say after the Jahiliyyah, will there be evil? He said after the good. And the Prophet ﷺ replied in the later part of the hadith, yes, there would be evil. Hudhayfa then asked, after this evil, would there be good? The Prophet ﷺ said, yes, but in it there would be the dafn, which is some mixed up stuff, like a smoke. Meaning, the Shaykh explained, that its outer appearance would seem good, but the inner reality would be this dafn. It's mixed up and messed up. Hudhayfa then asked, what is this dafn? The Prophet ﷺ explained that these are people who are following a guidance other than the guidance of the Prophet ﷺ, and they're making their regular way other than the regular sunnah and way of the Prophet ﷺ. The Shaykh explained that their outer is Islam, but really they have deviated from the sunnah of the Prophet ﷺ. So instead of following the guidance of the Prophet ﷺ, they follow the desire. Instead of making their way the way of the Prophet ﷺ, they make their way bid'ah, innovation. So this has come over the people in Islam, and this second stage of strangeness has occurred, and it is a reality. And Islam, the real Islam, has become something unknown amongst the people. And this is because of the ignorance of the people with regard to their religion. You see, nowadays, the Shaykh noted, so many people and groups calling to the people and confusing the people and dragging the people into their deviated ways, using as their weapon against these people or as their propaganda methodology their emotional calls to them being Muslims. So you see them calling to elections and getting involved in parliaments and so on and other deviated practices, all because, and they're bringing people into their fold, all because they know that Muslims will not apostate from their religion. There remains amongst the people this feeling and attachment to their religion of Islam, at least. من هنا يتبين لنا يا إخواني الفرق بين نظرة الدعوة السلفية وفهم الدعوة السلفية لغربة الإسلام الثانية، وبين فهم بعض الأحزاب المنتسبة للإسلام كالفكر القطبي إلى غربة الإسلام الثانية. فهم الدعوة السلفية لغربة الإسلام الثانية أنها غربة الإسلام الصحيح والسنة الصحيحة والإسلام المصفى الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين بسبب الجهل وبسبب عدم الفهم وبسبب ظهور البدع وبسبب ظهور رؤوس الضلالة الذين يدعون إلى البدع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية في صحيح مسلم وسيقوم فيهم رجال قلوب الذئاب على جلود الضأن، يعني ظاهرهم كجلود الضأن، ناعمة الملمس، طاهرة الحس، ولكنها القلوب قلوب ايش؟ قلوب ذئاب مليئة بالمكر والخديعة والشر لأمة الإسلام. نعم. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت صفهم يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. ماشي. جلود الضأن يعني الخراف، الخراف تعرف الخراف الشاة، والقلوب كالذئب.
from this, we see a difference between the Dawah al-Salafiyah versus the other astray understandings, like the understanding of the Qutubis and the like of them, with regard to the second period of strangeness. The Shaykh at this point started talking about the understanding of the Salafi Dawah with regard to the second period of strangeness, that it is true and it's real, and that it is based on an authentic Sunnah, and that it will occur amongst the Muslims, and that the reason for its occurrence will be due to the ignorance of the Muslims, their lack of understanding the religion, the spread of innovation, and the presence of the heads of deviation, calling to deviation. As the Prophet ﷺ said, with regard to these heads calling to deviation, after this good there would be evil, and in that evil there will be callers, a head of doors to the fire. The meaning of the hadith, I'll summarize, there will be a head of doors to the fire. Whoever obeys them, they will throw them in there, or they will take them into the fire. And that their skins will be our skin, and their tongues will be our tongues. And then in a narration in Sahih Muslim, that there are men among them whose hearts are the hearts of wolves, but their skins are the skins of sheep. And the Shaykh explained, meaning their skins are soft and clean looking and everything, yet in their hearts, they're the hearts of wolves. بينما هذا الفكر القطبي يعد غربة الإسلام الثانية غربة ردة، بحيث يحكم على الجماهير العامة من المسلمين بالردة. لذلك تجدون مثلا سيد قطب في ظلاله، أي تفسير الظلال الذي فسر فيه القرآن، يحكم على المجتمعات الإسلامية بالجاهلية ويصفها بالردة، ويخترع أوصافا لها ليحكم عليها بأنها خرجت من الإسلام، حتى أنه يقول رغم أنهم يرفعون لا إله إلا الله على المآذن فهم خرجوا من الإسلام وارتدوا من الإسلام، ويقول عن مساجد المسلمين بأنها مساجد معابد الجاهلية، ويصف جمهور المسلمين بأنهم كفار لأنهم رضوا بشرع غير شرع الله. هذا كله يا أخوان تجدونه في كتبهم وفي مؤلفاتهم، فهو فهم خطير على الدين، وفهم معكوس منكوس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ننطلق من هذا المنطلق، أننا وإن كنا غرباء في وسط المسلمين، لكن المسلمين مسلمون، لكن المسلمين مسلمون، ليسوا كفارا، ليسوا مرتدون، ليسوا مرتدين، ليسوا أعداء للدين، وإنهم جاهلوا الدين بسبب من؟ بسبب رؤوس الضلالة وأحزاب الغواية. ولذلك فإن الذي أوجد هذه الغربة هم دعاة البدعة، هم دعاة الأهواء. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما سبب هذا الاختلاف؟ ظهور البدع وظهور الأحزاب وظهور الفرق وظهور الجماعات التي افترقت عن الإسلام الصحيح. عندما ننطلق من هذا الفهم لحقيقة أيام الصبر، فإننا نعرف كيف ننطلق، وما هي غايتنا، وما هي نهايتنا، وكيف المسار حتى نصل إلى النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى. As for the Qutubis,
then they see this second period of strangeness as apostasy, and that the general body of Muslims, they rule, they say that the general body of Muslims have become apostate. As Sayyid Qutb does in his book, In the Shade of the Quran, he makes the ruling that the general body of Muslims are in a period of jahiliyyah, or have become jahiliyyah, meaning they have apostated and they have left Islam. And he says, no matter how much they say La ilaha illallah, they're still these apostates. And that their mosques, their masajid, are the masajid of jahiliyyah. And that the general body of Muslims are disbelievers, because they have become pleased with other than the legislation of Allah. This is a dangerous, false understanding of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rather, the Shaykh says, the real understanding is that even though we are strangers, and that's true, we're strangers amongst Muslims, who are still Muslims. It's only that they are ignorant and have become misguided due to the presence of these deviated groups and the presence of these leaders and callers to the deviation. The Prophet ﷺ said that whoever lives amongst you will see much difference, much ikhtilaf. So hold on, he said, in the meaning of the hadith, hold on with the molars of your teeth to my sunnah and the sunnah of the rightly guided successors. Hold on to it with your molar teeth. And then he mentioned in the hadith that about a warning about bid'ah, innovation, and that every innovation is a going astray, and every going astray is in the fire. What is this ikhtilaf? What is this difference? What are these things the Prophet ﷺ are referring to? The Shaykh says that they are these deviated groups and the innovation, and these groups who have separated themselves from the true Islam. So when we understand this, and when we know what the true Islam is, then we can come to know how we can return to that true Islam and the way to the end. أيضا بتحرير معنى أيام الصبر وأنها المقصود بها الغربة الثانية للدين، وأن سبب الغربة الثانية للدين هي غربة بسبب جهل الناس بالدين، فإننا نعرف أيضا الفرق بين الفهم السلفي الذي يحكم على الناس بالإسلام ولكن يحكم على فهمهم بالانحراف وعلى فهمهم بالخطأ، وبين تلك الجماعات المميعة للقضية الإسلامية، بحيث يزعمون أن الناس على الإسلام الصحيح، وأن الناس فقط بحاجة إلى تحريك وتفعيل، كبعض الجماعات الإخوان المسلمون مثلا يزعمون أن الناس على الإسلام الصحيح، وإنما طاقاتهم مهدورة، فيجب أن إيش؟ أن نجمعها وأن نكتلها بغض النظر عن أي مسمى للإسلام. حتى أن أحد قادة الإخوان المسلمين مثلا في العراق كان يسمى محمد محمود الصوف، الشيخ الصوف معروف، قال في مذكراته لما اجتمعوا مع حسن البنا، قال يقول حسن البنا للإخوان المسلمين العراقيين: اعملوا مع الشيخ الصوف، نريد الإسلام بأي ثوب، بأي لون، نريد الإسلام، مجرد إسلام بأي ثوب، بأي لون، بأي اسم، نحن مجرد الإسلام. فلذلك وجد عندهم ما يسمى بالاستقطاب في التنظيم، يجتمع في صفوفهم إيش؟ الصوفي والرافضي والقبوري والعقلاني والمبتدع، كل هؤلاء تجدها في صفوفهم. أو كالجماعة الثانية المسمى بجماعة إيش؟ التبليغ والدعوة، بحيث يأتون إلى الناس ويقولون: ما شاء الله عندكم الإيمان، لكن هذا الإيمان بحاجة إلى تحريك. ويشبهون الإيمان في القلب بوجود السكر في كأس إيش؟ الشاي. عندما تذوق الشاي تجده مر،
ليش؟ قال لأنه السكر بحاجة إيش؟ إلى تحريك. هذا المثل هو عقيدة المرجئة، لأنه عندهم الإيمان موجود لا بزيد ولا منقص، بده إيش؟ بده إيش؟ تحريك. فهذا الفرق بين المنهج الغلو الذي يكفر المسلمين ومنهج الإفراط الذي يسكت عن أخطائهم وعن بدعهم وعن إيش؟ عن انحرافاتهم. نعم. At the same time, opposite to this, these deviant groups who go to extremes and make takfir of the general body of Muslims, we do say that during these times of patience, which are times of holding on to the hot coals, and the reason being the ignorance of the people, we still say that the people are upon a deviation and they're not upon the right way. As opposed to the other extreme of groups who say that these people are correct, everyone's okay, and the only thing they need is just some action, they need some movement, they need some Islamic movement. And this is the like of the Ikhwan al-Muslimin, who say that people are okay and only need this kind of collecting together. An example was a story in Iraq, and the Sheikh mentioned the Sheikh named Muhammad Mahmoud al-Sawwaq. Who was the head of the Ikhwan al-Muslimin in Iraq, and he said in his diaries or in his reminiscences that he had a meeting with Hassan al-Banna, who had said that we want to, who had said to work, who had said to Sawwaq to work. قال من الإخوان أعمال مع الشيخ الصواف نريد الإسلام بأي لون وبأي اسم. He said to Sawwaq, we want Islam in any color it appears, or in any name, in any clothing. So you see amongst their ranks Sufis, and you see amongst their ranks Rafidis, Shias, grave worshippers, modernists, all of these kinds of deviant groups collect together in the ranks of these Ikhwan al-Muslimin. Or another group falling in the lines of this of the Ikhwan are the Tablighi, who say to the people that you do have Iman, but it's like sugar in some kind of bitter drink, that the sugar hasn't been stirred in, so when you drink the drink it tastes bitter. All it needs is some stirring up. So they say all it needs for people is this movement. And this is the belief of the Murji'ah, another deviant group who deviated. And the Sheikh said, we must realize this difference, and we are in between those extremists who make takfir of the general body of the Muslims, and those two lenient ones who say that all the Muslims are okay and everything's fine. ولذلك منهج الغلو اتخذ طريقة الثورة في تغيير الواقع. ولذلك ثار الخوارج الذي حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب غلوهم، ثاروا على كل المجتمعات المسلمة وفي كل العصور المسلمة وعلى كل الحكومات المسلمة، لأنهم فهموا الإسلام فهما بغلو وبانحراف وبتشدد، فأفرز التشدد والغلو الثورة، فتجدهم يتبنون التفجيرات والمظاهرات والانقلابات والإضرابات والاعتصامات والاغتيالات والسيارات المفخخة وغير ذلك مما هو بريء من الإسلام. قابلهم الآخرون أهل التسيب والتميع، فرأوا أن الحل هو ترقيع الواقع الفاسد. قالوا إذا عندنا بنك ربوي ننشئ بنك إسلامي،
إذا عندنا شركة تأمين ربوية ننشئ شركة تأمين إسلامية، إذا عندنا فرقة موسيقية شيطانية ننشئ فرقة موسيقية إسلامية. حتى أن بعضهم دعا أن هناك وجود إيش مشروبات روحية إسلامية خالية من الكحول. وهناك فنانة سيئة، هناك لازم نعمل فنانة ممثلة مسلمة. فشوهوا الإسلام وضيعوا قضية المسلمين، وخلص الفكر السلفي من بين التطرف والإرهاب والغلو، ومن بين التسيب والتضيع والتميع، فهداهم الله إلى فكرة التربية والإصلاح التي هي منهج الأنبياء في إصلاح المجتمعات. ولذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الغرباء بأنهم صالحون مصلحون، فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون عند فساد الناس. إذن فالغرباء صالحون مصلحون، والآخرون فاسدون مفسدون. فقابلوا فساد المجتمع بالإصلاح، قابلوا فساد الناس بصلاحهم، وقابلوا إفسادهم بإصلاحهم. وهذا منهج جميع الأنبياء، كما ذكر الله على لسان شعيب فقال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. So the way of the people of Ghulu extremism is that they take revolution as a methodology to changing the current situation. And so the Khawarij revolted against, throughout history, against all the Muslim societies and rulers, because they understood Islam upon extremism, upon going too far beyond bounds. So they're the ones who are involved in bombing and involved in public demonstrations and car bombs and the like, versus the other people we find nowadays who try to put Islam together with the way the kuffar are, saying that if they have banks, interest banks, let's make Islamic banks. If they have insurance, let's make Islamic insurance. Let's make Islamic music, to the point where they even say that there's such a thing as Islamic spirits, meaning free from alcohol. These people have lost the importance of Islam, whereas the Salafis, they've taken it as their methodology to have tarbiyah and islah. Tarbiyah, raising the people up and teaching them and raising them, and islah, making their way good. And this is the way of the anbiya, the messengers, as the Prophet ﷺ said in that hadith of the strangers, that indeed Islam began as something strange and it will return as something strange. So tuba is for the strangers. And when he was asked who are they, he said that they are people who correct the people, they are people who correct what the people have corrupted. Or in another narration, they are the ones who are good and righteous when the people have become corrupt. So, on the one hand, they are the righteous, whereas the people, and when they're faced with corrupt people, they themselves remain righteous.
This is the way of the messenger. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran with reference to the Prophet Shu'aib alayhi salam, that I only want to make things good, islah, and my success is only with Allah, and upon Him I put my trust, and to Him I turn in repentance. نعم. فلذلك هذه الدعوة دعوة السلف الصالح رضوان الله عليهم لأن القابضين على الجمر إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. كيف يكون الإنسان قابض على دينه ولكنه قابض على الجمر؟ في رواية للحديث أخرجها محمد بن نصر في كتاب السنة قال المتمسك بما أنتم عليه للمتمسك بما أنتم عليه بخاطب بمن؟ خاطب الصحابة. للمتمسك بما أنتم عليه أجر 50. إذن هذه الرواية تفسر أيام الصبر، تفسر العامل فيها، تفسر القابض فيهن. القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، أي متمسك على سنة الرسول بفهم أصحاب الرسول. هؤلاء هم الغرباء. هم مصلحون. إذن لابد أن يمتازوا بأنهم آمرون بالمعروف نهون عن المنكر، فهم دعاء إلى الله، ولا يضرهم أن جماهير الناس تخالفهم. فقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في المسند بإسناد حسن: طوبى للغرباء أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن فهم دعاة إلى الله، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. وأيد هذا ما ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة، وفي رواية: إعجاب كل ذي رأي برأيه. فدع عنك العامة وعليك بخويصة نفسك، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. قال: منا ومنهم يا رسول الله قلبا منكم. إذن هم دعاة على منهج السلف، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم. وهم يتوجهون إلى الإصلاح إلى ثلاثة محاور. المحور الأول: إصلاح فهم الناس. وإذا أردنا أن نصلح فهم الناس لابد أن يكون هناك معيار للفهم، مقياس للفهم. ولذلك قالوا: المعيار للفهم والمقياس للفهم الذي ينبغي أن ترجع عليه الأمة هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم. وهذا الأمر تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن المسلم ينبغي عليه أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام. إذن عندما يريدون إصلاح فهم الناس وصياغة عقول الناس وتفكير الناس من جديد، إنما يعيدونهم للأصل الأول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم
وأصحابي. فالفهم الذي ينبغي أن نصلح فهمنا عليه ونرجع إليه هو فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالسلفيون يجعلون أصحاب الرسول في منزلة القدوة ومنزلة الأسوة، فهو جيل يقتدى به وجيل يؤتسى به، فلا يتكلمون فيهم ولا يظهرون عوراتهم ولا يذكرون إلا محاسنهم ويسكتون عما شجر بينهم، لأن من معتقدات أهل البدع الغمز في أصحاب رسول الله والتنقص من أصحاب رسول الله وتحقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يخطئهم بالجملة وبعضهم يكفرهم بالجملة، وهذه مناهج المبتدعة فلا ينبغي أن نقع فيها. فلا نذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بكل جميل، ولا نصفهم إلا بكل حسن، ولا نحتقر أحدا منهم، ولا يجري على ألسنتنا عبارات توهم التحقير أو توهم الاستصغار أو توهم تقليل من منزلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحفظوا هذا يا أحبائي، ينبغي أن يكون للصحابة منزلة عظيمة في قلوبنا، منزلة تلي منزلة الأنبياء، تلي منزلة الأنبياء. ما هي هذه المنزلة؟ منزلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يحاسب أحدنا لسانه ونفسه لكي لا يقع في لفظ يوهم التحقير أو الانتقاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطرق علينا أهل البدع والأهواء. ثم إصلاح العمل يا إخواني، لا بد من إصلاح العمل، وحتى نصلح العمل لا بد أن يكون هناك معيار، وهذا المعيار هو سنة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم إصلاح الدعوة إلى الله، تطهيرها من الحزبية ومن المذهبية ومن الأهواء ومن الشخصية والفوضوية وكل ما يعكر طريق الدعوة إلى الله، ولكن على البصيرة المحمدية. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. إصلاح الدعوة. So the Salafi da'wah in these days of patience, in these days of holding on to the foundation that you hold ahead of you, in these days of patience, and if the one who holds on to the religion would be like one holding on to clothes. And the Shaykh asked, how is it that holding on to the deen is like holding on to coals? It is mentioned in a narration in the book of Muhammad ibn Nasr, the Kitab of Sunnah, the book of the Sunnah, a narration that says,
that holding, the which explains this holding on to the religion and the holding on to the cult as holding on to what you are upon. And this you, the Prophet ﷺ is saying, to the Sahaba. So holding on to the cult, holding on to the religion is holding on to the Sunnah of the Prophet ﷺ upon the understanding of the Sahaba. And these are those who are referred to as the strangers, the ghuraba. Those who call to good and forbid the evil. The callers to Allah, not the callers to desires. And in the hadith of Abdullah ibn Amr ibn al-As, found in the Musnad with the Hassan chain, that Tuba is for the strangers, the time in which there are few good people, the meaning of roughly, there are few good people amongst many evil, many, many more who disobey them compared to those who are with them. Also in the hadith of Abi Tha'laba, in which the Prophet ﷺ mentioned that command the good and forbid the evil. And I have to summarize the meaning because it's a fairly long hadith, that until there comes a time when miserliness is obeyed and desires are followed, and every person responsible then should remain with what he is responsible over and stay basically to his own affairs. And then the hadith finishes with the same hadith we've been talking about, that ahead of you are times of patience, and the one who holds on to them is like the one who holds on to the coal. Those are the callers to the Salafi Dawah. And they are not harmed by their opposers. And their way is upon three stages. The first stage is correcting the understanding of the people. And how do we understand when the people, what is the measure by which we know that the people have corrected their understanding? How do we know this? Some sheikh said that the measure is that they now understand the religion upon the understanding of the Sahaba, Abu Bakr and Umar and so on, radiallahu anhum. And there are so many dalils in the Quran and the Sunnah that Islam is to be understood upon the understanding of the Sahaba. So this is what we call the people to return to in terms of the understanding of the religion, what the Prophet ﷺ referred to as what I and what my Sahaba are upon today. And the Salafis make the Sahaba their examples, and they don't speak about them in any evil way, nor do they expose their fault. They only speak about them in a good way, and they are silent about any evil or any kind of arguments that may have occurred amongst them. Versus the people of Bid'ah, who always look down on the Sahaba and speak about them and wink about them and joke about them. And this is their way, and some have even gone so far as to say that they were sinners or that they were kafirs. We shouldn't do this, rather we should only mention them with good and not look down on them or even say anything that could be taken as our looking down on the Sahaba. And we should understand that the Sahaba have a great place, and we should make that great place for them in our hearts right after the prophets and messengers, alayhim as-salatu was-salam. And we should protect our tongues from looking down upon them. Now, no, otherwise, the people of Bid'ah will pounce upon us. The second stage in the da'wah of the Salafis is improving the deeds. And how do we know when the deeds are improved, or by what should we improve them with? The measure is the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala say, if you really love Allah, then follow me, Allah will love you. And the third stage in the da'wah of the Salafis is correcting their call to people and making correct their call to people. And the shaykh referred to this in the ayah, say, I call
upon a clear basira. I call upon clarity. So this is my way. I call upon it, and those who follow me upon clarity. And Allah is far above all error, and I am not from the mushrikeen. ختم الرسول حديثه صلى الله عليه وسلم للعامل فيهم أجر 50. قالوا منا ومنهم يا رسول الله. قال بل منكم. هذا الجزء من الحديث النبوي يبين فضيلة التمسك بالسنة وبما عليه السلف الصالح في عهد أو في عصر الغربة، وأن الإنسان كلما اشتدت عليه الخطأ اشتد الخطب وادهمت الفتن واشتدت الفتن عليه أن يتمسك بمنهج الصحابة الكرام، لأنه أمان من الفتنة وعصمة من الضلال. فالمتمسك في أيام المحن والفتن بمنهج الصحابة له الأجر العظيم، الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. ولا يعني يا أخواني أن اللاحقين من هذه الأمة يفضلون على السابقين من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأمرين اثنين. الأمر الأول أن اللاحق حتى يكون له أجر 50، قال بل منا ومنهم، قال بل منكم، لأن اللاحقين حتى ينالوا هذا الأجر لا بد أن يكونوا على منهج السابقين. من هم السابقون؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي محمد والذين معه. لا بد أن تكونوا حتى تنالوا هذا الفضل العظيم على منهج من؟ على منهج محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا لا ننال الفضل إلا إذا كنا على منهجهم، فمن هو الأفضل، نحن أم هم؟ هم. ولذلك لا تكون للاحقين الأفضلية المطلقة، وإنما الأفضلية المطلقة لمن؟ السابقين، لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما تكون للاحقين أفضلية جزئية، ليست في كل شيء، وإنما هي في بعض شيء. وبهذا يتبين لنا يا أخواني أن القابضين على الجمر هم دعاة المنهج السلفي الذين يتبعون سنة رسول الله ويتمسكون بفهم أصحاب الرسول ويدعون الناس ويأمرونهم بالخير والمعروف وينهونهم عن المنكر ويصبرون على كل أذى وكل فتنة وكل محنة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Then in the last part of the hadith, the Prophet ﷺ said that the doer of deeds in those days would receive a reward of 50 times. The Sahaba asked, 50 times our reward or 50 times theirs? The meaning of what they said. The Prophet ﷺ said, no, 50 times your deeds rewards. And this excellence is for those who hold on to the sunnah and the way of the salaf during the strangeness of the true Islam. Whenever there are trials and difficulties, they are the ones who hold on to that way, and that is their protection. Holding on to the way is their protection, and holding on to their way has this great reward. But this does not mean that the ones who come at these later times and hold on to their way and receive this 50 times reward,
this doesn't mean that they are better than the Sahaba. And this is because that even if they were receiving this 50 times reward, this only occurs due to their following the way of the Prophet ﷺ and the Sahaba and the pious predecessors. Those referred to in the ayah, the foremost ones, the first ones from the Muhajirin and the Ansar and those who followed them. So, if we don't get this excellence and virtue except via following our predecessors, then who is better? Of course, the predecessors are the better ones. And the second matter with regard to this understanding is that the general good, the general excellence is not for the ones who come later. Generally, the excellence is for the Sahaba and the predecessors. However, there's a part excellence, a part being better for those who come later, and that is just a part, not the generality. So the holders, in summary, the Shaykh said, the holders on to the hot coals are the Salafi callers. Those who call and hold on to the Sunnah and the understanding of the Sahaba, and they call to good and forbid evil, and are patient upon harms, and are patient during trials, until Allah's command is brought. And the Shaykh ended by making the dua that Allah make us from among them. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, the Shaykh has agreed to take some questions, inshallah. In our usual manner, we only take written questions, inshallah. So if you could write the questions down and pass them to the front, inshallah, then we'll look through the ones that we're going to answer, inshallah. And the questions... Yes, inshallah. Yes, inshallah. So basically, the ones we're giving precedence are the questions on the topic, but we can answer some questions around the topic as well, inshallah. Is the speaker working now? Question asks, some people say that the hadith, Allah has forbidden the ummah from uniting upon dalala. They say that this is only referring to the ijma of the sahaba, not the, I understand, the ijma of the later generations. Can the Shaykh explain? Ustaz yaqul anna Allah aba an ijtama al hadith. فاجتمع على الضلالة يقول السائل أن هذا بعض الناس يقولون أن هذا في إجماع الصحابة لا الآخرين فممكن الشرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أبى أن تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث طبعا حسن وطرق كثيرة. فقوله الرسول تجمع أم تجتمع؟ الرسول قال تجتمع، وهذا مأخوذ من الاجتماع، وتجمع مأخوذ من إيش؟ من الإجماع. وهناك فرق بين الاجتماع والإجماع، ذلك فحمل هذا الحديث على إجماع الصحابة غير صحيح، غير صحيح. الأمر الثاني أن الاجتماع هو بمعنى الاتفاق، فإذا اتفق الصحابة مثلا على رأي فلا يجوز أن نخرج عن هذا الرأي والقول، وإذا اتفقوا على رأيين
فإن الحق لا يخرج عن أحد هذين القولين، فلا يجوز أن نحدث قولا ثالثا. وهكذا إذا اتفق التابعون أو من بعدهم من العلماء على رأيين أو ثلاثة أو أربعة، لا يجوز لنا أن نخرج عن الآراء التي وردت عن السلف الصالح، لأن هذا هو الاجتماع. والضلالة تحتمل عدة معاني، منها الكفر، فالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين. هنا الضلال والضلالة بمعنى الكفر، والضلالة تأتي بمعنى الخطأ، كما في قول الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهنا بمعنى تخطئ. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي تحولنا إلى تراب. فهذه من معاني الضلالة، بارك الله فيكم. إذن فالمراد بالحديث النبوي ليس كما يفسره بعض هؤلاء الناس، والمراد بهم حزب التحرير، لأنهم يقصرون الإجماع على إجماع الصحابة، ثم يقولون لا وجود للإجماع بعد عصر الصحابة. ونقول لهم كل دليل أثبتتم فيه إجماع الصحابة فهو عام في غيرهم ولا دليل على التخصيص، فمن أين خصصتم الأدلة العامة؟ ومعنى لا تجتمع أي لا تتفق، ولا يمكن أن يكون الحق في خارج ما اتفق عليه علماء الإسلام. إن أخطأ بعضهم أصاب آخرون، والله ولي التوفيق. نعم. The Shaykh replied that this hadith is in which the Prophet ﷺ mentioned that Allah SWT has refused that the Ummah should make ijtima on balala. Those Arabic terms will be explained now. The first thing, that the Shaykh mentioned with regard to this hadith is that the Prophet ﷺ said tajtami', and he didn't say tujmi'. And he said that there's a difference between these two words in Arabic. Tajtami' does not mean the same as tujmi'. Tajtami' is from the Arabic word ijtima', which is gathering together. And ijma' is... Ijtima' may be gathering together on two, three opinions, whereas ijma is getting together on one opinion only. So this hadith is not referring, first of all, to ijma, getting together on just one opinion. So ijtima, what is referred to in the hadith, means ittifaq, as the Shaykh said, getting together on two, three opinions. So if the Sahaba were on one opinion, that's it, it's a closed affair, we stick to that opinion. But if they were on two opinions, then one of those two opinions is right, and we don't add and make up from our own minds some third possibility. And so on, if they were on three opinions, we stick to what they were on, those choices. As for the word dalala, then it has many meanings. The Shaykh mentioned these three. The first is kufr, as referred to in the eye of Allah. By Allah, we were on clear dalala. We were on clear dalala here, referring to as clear kufr, when we equated with Allah. The second meaning is error or mistake, as in the ayah in Surah Al-Baqarah, that if one of the two women make mistakes, that the other will remind the other. The third meaning is becoming dust. So, in reference to the ayah, إِذَا بَلَلْنَا, meaning when we become dust in the earth,
when we become dust in the earth. And the people who referred to in this question are Hizb al-Tahrir, who say that the ijma is only the ijma of the Salaf and not after them. And the Shaykh says, all these dalils that show the ijma and so on, they are general, so how did they come and make it specific? They are general to the Sahaba and other than them. How did they come and make it specific? And rather, ijtima means ittifaq, gathering together on two or three or whatever matters, and Allah is the one in charge of affairs. هنا عندي بعض الأسئلة العربية أقرأها ثم أجيب عليها باختصار إن شاء الله. أخ يقول: هناك بعض الأخوة في هذا البلد استباح وأخذ أموال الناس في زكاة بغية إعانة إخواننا أو إخواننا المجاهدين في الشيشان والأفغان، ولكنهم يدركون أن هذا الأخذ سيعود سيعود الأموال إلى أصحابها بواسطة الضمان البنكي وهو أصل يهودي، هل هذا جائز أم لا؟ أقول بارك الله فيكم، هذا من الأمور التي شوهت الإسلام وجعلت كثير من الكفار ينظرون الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين السرقة ودين الأمور السيئة، لأن الناس هؤلاء كانوا مثل سوء للمسلمين للأسف. هذا يا إخواني فعل حرام، لا يجوز لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمر الثاني، هم في هذه البلاد دخلوا بأمان مع الناس، دخلوا أمان مع هذه الحكومة، فلا يجوز أن ينقضوا هذا الأمان، وهذا غدر وهذا خيانة. ومثلهم هؤلاء كمثل امرأة رأت الفقراء كثير في بلدها ثم أرادت أن تتصدق فما وجدت مال، ثم ذهبت تزني لتأتي بالمال وتتصدق على الفقراء، هل فعلها جائز؟ حرام، ارتكبت الحرام من أجل إيش؟ صدق على الفقراء، ما يجوز. الغاية لا تسوغ الوسيلة في ديننا. فالذي يريد أن يساعد المسلمين في بلاد المسلمين لا يسرق أموال الناس ويتبرع فيها للمسلمين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فهؤلاء مثل سوء للأسف في هذه البلاد، والعياذ بالله. The question, as I understood it, was asking about, is it okay to steal from the people in various ways? Taking their visa cards and so on and so on, in order to help our brothers, the Mujahid in Chechnya and Afghanistan and so on. The Sheikh said these are from the matters that make Islam look bad and are the things that are obviously not from Islam. The kuffar, the disbelievers, criticize and are led to believe that Islam is a religion of terrorism and so on by seeing these practices. The Prophet ﷺ rather said, perform your trust or take care of your trust and don't betray the one who's betrayed you. And he said that we are living in a situation where the trust has been put upon us. You know, we're living in a place, their trust put upon us. We should, you know, in maintaining, you know, in following certain rules, not stealing and so on, we should stick to these trusts. And it's also the like of a woman who, not finding any money, a Muslim woman not finding any money to give charity with, is it allowed for her to prostitute herself to gain money to give charity with? Of course not. The ends don't justify the means in Islam. The question reads, in the time of fitna, do we hold on to the greater scholars or smaller scholars
as some du'at callers say, in the time of fitna to go to the kibar. Is this correct? Barakallahu feekum. يقول السائل في أيام الفتن هل نتمسك بأقوال الكبار غير أن نتمسك بأقوال الصغار من الدعاة وطلاب العلم كما يقولون بعض؟ هذا صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية التمسك بأقوال الكبار أو بأقوال الصغار نقول نحن لا نتمسك إلا بالدليل. قال الله قال رسول الله وفهم السلف هذا الذي نحن ملزمون شرعا بالتمسك فيه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. التمسك لا يكون إلا بالدليل، ولكن هناك طريقة فهم النص وطريقة فهم الدليل، فنحن نستعين بأقوال العلماء في فهم الأدلة. ولذلك فأقوال العلماء ليست أدلة وإنما هي وسائل لفهم الأدلة. هذه قاعدة سلفية ما يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ومن حرمها فقد حرم قاعدة من قواعد المنهج السلفي. وأنا أقول الآن العلماء الكبار في هذا العصر مثلا الذين ماتوا رحمة الله عليهم، شيخنا الألباني وشيخنا بن باز وشيخنا بن عثيمين، أليس هم من الكبار بالإجماع؟ طيب أيهم من هل هم أكبر وأعظم وأعلم من الأئمة الأربعة أحمد ومالك وأبو حنيفة شافعي؟ إذا كان العلماء أنكروا على من تمسك بأقوال الأئمة، أفلا ننكر من تمسك بأقوال هؤلاء دون الدليل؟ هذه نقطة. ولذلك من أراد أن يلزم الناس بقول أي عالم هو يعيد الناس إلى المذهبية أو يعيدهم إيش إلى الحزبية، والمذهبية ليست من الدعوة السلفية. أخوان هذا النقطة الأولى. تفضل. This issue of holding on to someone saying is the Sheikh replied that we only hold on to someone saying, we only hold on to the proof, what Allah says, what the Prophet صلى الله عليه وسلم said, and what the Sahaba said. The Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in the hadith that this is my sunnah, or hold on to my sunnah and the sunnah of the rightly guided successors. And he said, and he also explained, he also said what I and my Sahaba are upon today. But we do benefit from the sayings of the scholars with regard to understanding these texts, and we get help from them. However, and this is a very important principle which no two people deny, no two people differ about, and that is that the sayings of the scholars are not a proof in themselves. Rather, they are a wasila, a way to understand the proofs, a way to understand the dalils. And if we look at the scholars today, the kibar, about whom no one disagreed, the ones who have passed away, rahimahullah, Shaykh al-Albani and Shaykh ibn Baz and Shaykh ibn Uthaymeen, are they greater than the four Imams, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Shafi, and Imam Abi Hanifa? Of course not. And they, those four great Imams have said not to blindly follow them. So how so with these kibar of our day today? Rather, the ones who call to following and blindly following the saying of a scholar and taking it as a proof are calling people back to their blind following of madhabs, which is not from the way of the Salafis. This is the first point. نقطة ثانية بارك الله فيكم وهي مهمة جدا، لعل المراد السائل الكبار أو الصغار في هذا الزمان. نقول
الذي يقسم العلماء إلى كبار وإلى صغار، هل هم الطلاب والجهال والتلاميذ أم العلماء؟ الجواب العلماء الذين يقسمون. ولا بد أن يكون هذا الذي يقول هذا والله من كبار العلماء وهذا من صغار العلماء أن يكون أعلم من الطائفتين. واتفقت الطائفتان على علمه حتى يقول الله أنت يا فلان من كبار العلماء، وأنت يا فلان من صغار العلماء، وأنت يا فلان من طلاب العلم، وأنت من المتسلقين. يجب أن يكون عالم. فهل الذين يقسمون الناس الآن والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء إلى صغار إلى كبار هم علماء؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. إذن فليربعوا على أنفسهم ويحترموا أنفسهم. الأمر الثاني، هل تقسيم العلماء إلى كبار وصغار يكون تقسيم سياسي؟ والله هذه لجنة كبار العلماء، وهذه لجنة صغار العلماء، وهذه لجنة طلاب العلم، وهذه لجنة الدعاء. من هو تقسيم؟ فالكبير كبير بعلمه، كبير بمنهجه، كبير بدعوته، كبير بتقواه لله سبحانه وتعالى وإن كان صغيرا في السن. الأمر الثالث والأخير، أن كثيرا من إخواننا طلاب العلم الذين أصبح بعض الناس يقول عنهم هؤلاء هذول صغار وهؤلاء طلاب علم وليسوا مشايخ وليسوا علماء. هؤلاء الآن عمرهم الدعوي ما يزيد على 20 سنة. ألم يكونوا موجودون، ألم يكونوا موجودين في زمان العلماء الكبار؟ ألم يكونوا موجودين في زمان ابن باز والألباني وابن عثيمين ومؤلفاتهم موجودة وأقوالهم موجودة ودعوتهم معروفة؟ نحن نأتي إلى هذه البلاد من 10 سنوات والعلماء ماتوا من قبل 3 سنوات. فإذا العلماء كانوا مطلعين على مجيئنا وذهابنا ومنهجنا 7 سنوات، فلماذا سكت كبار العلماء إن كان عند هؤلاء زيغ أو ضلال أو انحراف؟ ولم يتفطن إلا الصغار الذين كانوا زمن الكبار. أقول يا أخواني، هذا التقسيم الآن يراد به فتنة في الدعوة السلفية وتضييع الشباب السلفي، وهي خديعة حزبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. لذلك تسلل بعض أهل الأهواء إلى بعض أهل العلم وأصبحوا يمولونهم بالمعلومات الباطلة، يجلسون عنده سنة سنتين ويظهر التودد لذلك الشيخ فيثق فيه الشيخ، فيصبح المعلومات تأتي للشيخ من خلاله. فمثلا يأتي يقولوا والله مسجد بريكستون مسجد الحزبي، مسجد الحزبيين ومسجد للتكفيريين ومسجد ايش للجهاديين، والشيخ هناك جالس في بلده ما يعرف مسجد بريكستون ولا يعرف مسجد من هم قائمون على بريكستون وهكذا. فيفتي في أن بريكستون مثلا، أقول مثلا حزبي، ويأتي شخص مثلا في مانشستر أو بيرمنغهام ويقول اتصل دائما الشيخ، فيظن الشيخ أن هذا هو الدعوة السلفية وأن هذا هو إمام الجرح والتعديل في بريطانيا. وهو عندما تجدهم تأتي هنا إلى بريطانيا وترى هذا الرجل لا ترى معه إلا نفسه أو زوجته، يمكن زوجته طلقته كمان. وكنا مرة في هولندا، حدثوني إخواننا معروفون في هولندا طلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك اثنان خرجوا عنهم وبدأوا يشاكسون فيهم، يأتون في غرفة منفصلة ويتصلون بالشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا، ويقولون يا شيخ عندنا 20 عندنا 30 أخ يستمعون إلى محاضرتك ولا يوجد في الغرفة إلا 8 أخوة. يكذبون
فقال لي بعض طلاب العلم واتصلنا مرة بالشيخ بأحد المشايخ قال أنتم مع فلان؟ قال لا نحن مع فلان. قال إذن أنتم ليسوا سلفيين. هذه الفتنة أصبحت الآن للأسف يستغلها بعض الحزبيين للأسف، فيغرسون بعض المشبوهين عند بعض المشايخ للأسف، وأصبح لا يتصور الشيخ العالم إلا من خلالهم. فوقعت الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ووقع الفساد بسبب بطانة السوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم أو أن يعني يخلصنا منهم ومن شرهم. The great scholars, and they sit with them for a long time until the great scholar begins to trust this actually Hizbi person, and then the Hizbi starts telling the Sheikh stuff and making the Sheikh make statements that are based on actual falsehood. So a Sheikh in a faraway country may say something based on people who are just using him. And then the Sheikh brought various examples. For example, he brought Brixton. You might imagine some, let's say some people were saying that it was Hizbi or full of takfirs and so on and so on. And they might even bring a great scholar to support that. How would they do that? By calling and by using people who sit with the Sheikh, present the Sheikh a certain situation, this, that, until the Sheikh will say that. And he mentioned some other details there which I couldn't get down. Brothers can fill in. And he also mentioned an example of Holland, how some people there would lie to the sheikhs, call them up, sit in a room where there's only one or two people, and tell the sheikh, "Sheikh, we're calling you now, there's 30 people listening," when actually there's only two. And he reported that it's gotten to the point where a scholar who was asked a question, he might say to someone, "Are you with so-and-so who over years he's been led to think is trustworthy or so on?" And if someone says no or not, then the Sheikh says, "Then you're not Salafi," or "Then you're not on the right way." So this is an unfortunate situation, and the Sheikh said that the case is that the Sheikhs do not see certain things and can't picture certain things except via some of these Hizbis who have gained their trust. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.